نظمت مديرية الصحة بمحافظة دمياط قافلة طبية في قرية الوسطاني بمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم مختلف الخدمات الطبية للمواطنين. وأوضح مدير الصحة بدمياط السيد عبد العبد الجواد أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة تتضمن كافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، مشيرا إلى صرف الأدوية للمواطنين بالمجان. قافلة علاجية وضمن مبادرة حياة كريمة موجودين النهاردة في قرية الوسطاني تابعة لمركز كفر سعد. مركز كفر سعد هو المستهدف في المرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية. القافلة العلاجية من الخدمات المميزة جدا لوزارة الصحة، خصوصا هي بتتميز بمجانيتها تماما بداية من قطع التذكرة وحتى انتهاء الخدمة. الحاجة الثانية كمان هي بتوصل للمواطن اللي عند حد عنده تسهيلا على أهلنا من كبار السن واللي ما بيقدروش يوصلوا لأقرب مستشفى مركزي ممكن يتلقوا فيها الخدمة. القافلة فيها كل التخصصات الطبية. كمان النهاردة بالرغم ان النهاردة يوم جمعة، القافلة بتشهد إقبال كبير من المواطنين لأننا بنقوم بالإعلان عنها قبلها بوقت كافي. وزارة الصحة بتنزل إعلان على صفحتها على الفيسبوك بالقافلة، بخلاف إن إحنا كمان بنخلي فيه عربيات تمشي في القرية تذيع عن وجود القافلة. يكون في لجنة التقارير الطبية بتحويل المريض بعد أن يتم كشفه في العيادات المختلفة الموجودة بالقافلة العلاجية، بيتم تحويله إلى المستشفيات المركزية التابعة لمحافظة دمياط، بحيث ان احنا نقدر نكمل معاه العلاج الى ما بعد القافلة.